بعد ما بدأوا أصحاب الفيس يخرجوا ويهدروا ويتكلموا ويديروا في فيديوهات وبيانات وخطابات، الجزائريين خرجوا وردوا عليهم يو ما نسحقوكمش، انتوما ما نسحقوكمش، انتوما منبوذين في الجزائر، نكرهوكم لأنه بسببكم انتوما وبسبب أمثالكم الجزائر عاشت العشورية السوداء تحا. وقلتها لكم في الفيديو السابق، انتوما يا الفايحين نهار تحطيتوا في خيار، يا تتخلوا على السلطة يا تنوض الحرب تخليتوا على الشعب الجزائري. وقلتوا خلي تنوض الحرب وانتوما الأولين اللي قلتوا لازم نهزوا السلاح. الشعب الجزائري يعرفكم مليح 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 واش تسواو، لكن زدت حبيت نأكد لكم باللي رانا نكرهوكم عن طريق الفيديو هذا. فكامل يا الجزائريين، جميع واحد يكره الفيس يبين لي في التعليقات، وثاني خلي لايك، خلي لايك خويا الجزائري باش يعرفوا شحال من بنادم يكرههم، على بالي واحد ما يحملهم، بينوا لهم في بالهم زعما جايين كذا راح ينقذوا الجزائر ويديروا في بيانات وخطابات. يا الجزائر كي نحبوا نريقلوها نريقلوها وحدنا، ما نستناوش واحد كيفكم يبدا يمد لنا يعني الافكار تاعو ولا يمد لنا التخيلات تاعو. انتم استخدمتم الدين واستغليتوه من اجل المصلحه تاعكم. شوفوا كيفاش رد عليهم هذا الجزائري. السلام عليكم يا قوم، البارح في الليل كنت راح نرقد، شفت واحد جاء خرج لنا بتاع بكري تاع التسعينات، انا شفتو خفت والله غير خفت، حبيت برك نجاوب سيد ما يهضر في كلامه، يقول لك كي نجو حنايا نديرو الديمقراطيه ونديرو حريه التعبير والله انك صح يا ولي عدو الحناش يخاف من السبته، مش فاولكم التسعينات اش درتو؟ كي جايين تحكي لي انا تقول لي نجي انايا ندير جي سي باكو، لعبتوها لنا في التسعينات وبرك ملاحظه برك درك ما كانش اللي يحشيها للشعب الجزائري. نقولها لكم ونعاودها لكم، يعني الهدرة والكلام المعسول وكذا هذاك راح بكري، وهذا الكلام ثاني موجه ليكم يا الوزراء وكذا، بركة وبلا الكلام هذاك الفارغ، ما كانش اللي يحشيها للجزائريين، يعرفوا صلاحهم مليح مليح. ناس ليك تقول ناس تروح في البوطي وفي وقتكم، اللي رحنا احنا اللي احنا راجينا راسنا اللي راح بكري الجزائر، ماشي الدولة اللي هربتنا، انتوا اللي هربتونا، احنا كي كنا صغار تلقى معنا كنتو تدو الدق من عندكم منا وندو الدق من عند هذا ما عند الدوله منا، هذاك الوقت كان الحال صعيب، وانتوما اللي فوزافي توردو لا بيرش، انتوما اللي عطيتو لهم العصا باش ضربونا، نهار كنتو تقبدونا في فوبار باش تذبحو في جدنا، انا صحابي وذبحتوهم لي، ولاد حومتي وقطعتوهم لي، بعد كاين يقولك لا ماشي حنايا، انتوما يا شباب يا شباب اليوم بالك يقدروا بكم. عجبتني هذه تاعك شغل حصلوها في الدوله، قالك الدوله اللي دارت كذا والدوله اللي دارت كذا ومنا ومنا. والله وجوههم صحاح تاع الصح، اللي قرا التاريخ يعرف انتم واش درتوا، اللي شاف بعينيه يعرف انتم واش درتوا، يا انتم اللي حطمتوا الجزائريين في هذيك الفتره، وهذيك الفتره هي السبب واش رانا نعيشوا درك، راني نقولها ونعاودها، نعم من الاسباب اللي خلتنا عايشين كيما هكذا هي هذيك الفتره، حطمتونا اقتصاديا كي كانت الجزائر راهي مليحه وكانت يعني راهي تسي كيفاش ديفلوبي، انتم جيتوا خسرتوها علينا. بالك ردوا بالكم، انا نشوف لي جون تاعنا هادو ما راهم طالعين ناس واعيه، ناس عندها الانترنت، ناس تقرا، ناس تجتهد، راهي تبعد. حنايا كي خرجنا من بلادنا ونولي خرجنا باش نعيشوا، خرجنا باش نعيشوا باش نعيشوا باش نهربوا منكم، على خاطر كان اللي داير الجل تروحوا تقطعوا له شعره، اللي داير هكذا كنا نعرفوا ربي، نعرفوا ربي، احنا قرينا في الجوامع، تربينا في الزاويه، تقرينا في الجوامع، قرينا في المصلات، نشفانا يا نهار والله غير غادي نحكيها لكم ماني نهضر والله غير نشفانا يا نهار كنا حنايا مسامين امولات صالون بينا صالون بيم يعرفوني ويعرفوا صالون بيكش كانت في الجوامع في العاتق في النخله، كنا نديروا حلقات، كان يعلمونا القران، كان يعلمونا فقه، كان يعلمونا حاجه، ديننا دين الرحمه يا ودي. استغلوا الدين ومدوا يعني اوهام للجزائريين ونعيشوكم كذا وكذا وكذا، وهما صدقوني لو كان حكمونا يا الجزائريين راهي خلات، اني نقول لكم ما كانش نظام متشدد نجح في تسيير دوله. دين التربيه دين الاخلاق، مش فنهار جيتو نتوما احنا كنا شويه كان في عمرنا والله ما 17 18 كنا مازلنا نقراو، جاونا جماعه تاع الجامع عباد الله الصالحين قالوا لنا روحوا هذو دينهم خبيث، غلقتوا علينا رحمة ربي، ما نشفاو لكمش، ركتوا بلاصين كنتوا تقمعوا، ما نشفاو لكمش نشفاو لكم، جايين دوكا. وزيد والله يا لي جون برك لاحظوا برك، علاش دوكا مين راكو تجيبوا الدراهم؟ علاش كي الجزائر حبت ترفد والجزائر ما حبتش تطبع، وعندنا مشاكل مع الجيران،
ماشي من هذا راكم جايين نلفت الانتباه تاعكم. الروس عندها الجروب هذا تاع كوشنر، ديروا في بالكم واحد البلدان عندهم الجروب تاعهم، شكون هواك ولا بالكم فهمتوها يا جماعه؟ ها تغدروا بيكم، ما تزيدوش ما تزيدوش. يا ودي ما تخافش يا أخي، والله ما تخاف، رسالة تاعك مليحة وعلى بالي توصل للجزائريين، وجزائريين ولو يعرفوهم مليح وشي سواو. هذو العباد ما نسحقهمش في الجزائر نورمالمون، لو كان جات بيدي ننفيهم خلاص من الجزائر، والله غير ما نخلي واحد في الجزائر من الأخر، لا حرية التعبير ولا هم يحزنون، لا حقوق الإنسان لا حقوق الحيوان. مش تعودوا بالك ويا شبابك وعير يا جزائر، هادي راي الجماعة بدأت تنوض، قال على بالكم تطبيع وكذا كذا، قال تعرفوا حبوا يزيدوا يخربوها لنا، سياوي يخربوها لنا من تحت النيجر ليبيا، حبوا يدخلوهم. عندنا جيش واقف على البلاد، انا ما هضرش دولة، عندنا جيش، عندنا رجال واقفين على البلاد، يا ناس سندوهم في حاجه ما طيحوش كي البوري. هذا ما كان، ردوا بالكم الله، ردوا بالكم. بون كانت تخميمه ويا خاوتي واخواتاتي، ماشي هذا هو الحل، ماشي العباد هادو ماشي حل. قالك ندير لكم ديمقراطيه، تشي نسيتو نهار جيتو نتوما طلعتو ديك قال نحي الديمقراطيه، اليه تم قطع له راسه، نسيتو واش درت لنا في الطروليات، نسيتو واش درت لنا في لاميري، نسيتو كي كنتو تقبضونا في فوباراج بن طلحه وكذا، نسيتو با. يا سلام عليكم، تحياتي. ما ينساوش يلعبوها نساو ويلعبوها كشغل ما كاين والو، وفي بالهم زعما الجيل اللي راهو صاعد كشغل نسا وما كاين والو، والناس اللي تاثرت بالعشوريه راهم يعني فئه قليله. يلعبوها برك. او نقول لكم حاجه، شفتوا الصغير تاعنا خلاص، الجون الصغير تاعنا خلاص اللي عمره ما على باليش شحال، عمره 12 سنه ويعرف كامل واش صرا في العشوريه. نعم، لانه والديه حكاو له واش صرا في العشوريه، لانه بقات لنا نقطه سوداء في حياه كل جزائري، وهذه النقطه السوداء نتناقلوها باش منا والجاي نديو العبره من هذاك الشيء، نديو العبره بانه ما نعولوش على عباد كيفكم يا الفايحين. جايين درك وحابين يزيدوا يهضروا وحابين يزيدوا يدخلوا للسياسه وكذا، شغل ما كاين والو. انا حيروني والله واش من وجه يقابلوا به الجزائريين، حابين البزاق على وجوههم، وعلى بالكم يستغلوا الاوضاع، زعما الاوضاع الاقتصاديه منا والقدره الشرائيه متدهوره تاع المواطن، ويجي هذا زعما باش يمد لي الحل. او مد لي الحل، ما تهدرش باش تهدر، انت ما عندكش الحل، انت حبيت توصل للجزائريين باللي بلادهم مش مليحه وكذا وكذا وكذا، باش تجي انت زعما تحكم المنصب. من الاخر نقول لك حاجه، ما كان جزائري حابكم، والله جزائري واحد ما كاين. ها يا سيدي، وفهموها كيما حبيتوا، نكرهوكم يا ونكرهوكم اليوم وغدوه وغير غدوه واللي بعد واللي بعد بعد واللي بعد 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 وبعد. ها والله يا سيدي يا اخي، حاله قلقوني تاع الصح. المهم كامل الجزائريين، خلي لايك للفيديو، خلي لايك خويا الجزائري للفيديو هذا باش يفهموا مليح باللي كامل الجزائريين ما همش حابينهم. فكامل اهبطوا لتحت وخليوا اللايك تاعكم، وتحيا الجزائر دائما وابدا، وخليوا لهم رساله مليحه في التعليقات تعطيهم الحس بها. هاي السلام عليكم.